السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامج هل تعلم. هذه نصيحة للأباء. أبناؤكم هي أخلاقكم، أبناؤكم هي مرآتكم، بناتكم هي وجوهكم التي يراها المجتمع. لذلك فأحسنوا من أخلاقهم وأحسنوا من تربيتهم، ولا تقولوا الكلام الفاحش أمامهم وأمام أعينهم، ولا تسبوهم، لأن هذا يؤثر على شخصياتهم. لذلك تجد الناس الذين يقولون دائما الكلام الفاحش أمام أبنائهم، تجد الابن عنده 5 سنوات وهو يقول كلام لا يقدر عليه الإنسان الكبير ذو 20 سنة و30 سنة. والله العظيم إن هذا ليبكي ويحزن. بعض الأحيان أنا أرى بأم عيني وأسمع بأذني ابن عنده 4 سنوات في الشارع أو 5 سنوات ويقول كلام، أنا والله العظيم في أيام صغري كنت لا أقدر على أن أخرجه لأقراني أن أسبهم بهذا السب أو غير ذلك من الأمور. ولكن في هذا الزمان تقلبت الأمور، وتجد هذا الشاب أو هذه الشابة 4 سنين و5 سنين يقول كلاما فاحشا بكل امتياز. من أين أتى بهذا الكلام؟ أيها الأباء صفوا تربية أبنائكم وبناتكم. الولد إذا كنت تتركه يلعب في الشارع دائما فإنك تجني على نفسك وتجني على ولدك، لأن الولد لن يتعلم لك في الشارع لا تربية إسلامية ولا خلق، ولا يحفظ لك القرآن في الشارع ولا غير ذلك الأمور. يتعلم مسألة واحدة فقط في الشارع، يتعلم لك الكلام الفاحش والمعاملة السيئة، يعتدي على الآخرين، يسب فلان ويسب فلان، فقط هذا الذي ستعلمه ابنك في الشارع. أيها الأباء، فإذا وصل ابنك إلى 20 سنة و15 سنة يضربك أنت أيتها الأم، يسبك السب الذي يستحي منه الجميع، أو يضربك تقول ابني لماذا، ابني من الذي أصابه، هل ضربته عين، هل ضربه سحر، أنت لم تحسني تربيته منذ الصغر، تتركينه في الشارع يضيع في الشارع من أجل أن تتفرجي أنت في مسلسل فلان أو في مسلسل فلان كي لا يزعجك أو غير ذلك الأمور. نسيتي أنك تضحي بالكبدة، بكبدتك التي تتركينها في الشارع للأوباش يفسدون أخلاقها ويفسدون أخلاقه. فاعلمي أنك من جد وجد ومن زرع حصد. هذا الذي زرعته تحصدينه الآن بعد أن كان عمره 20 سنة يضربك أنت ويسبك أنت. فاعلمي أيتها الأخت أو أيها الأخ أننا في الزمن الذي كنا فيه ليس هو هذا الزمان. لذلك تجد ابن 5 سنين ذكي ما شاء الله، ذكي في كل شيء، ذكي في هذه المسائل التكنولوجية، ذكي في الهاتف، ذكي في كل شيء. لذلك لا يجب أن نحتقر من ذكاء أبنائنا وبناتنا ونتركهم فريسة للشارع، فريسة للسب والشتم، فريسة لكل هذه الأشياء، لأنهم إذا كبروا فنحن سنعض أصابع الندم لأننا لم نربيهم ولم نحسن تربيتهم. عليك أن تترك ابنتك تستحي منك، لا تتركها تبدل يعني ملابسها أمامك، اترك ابنك يستحي منك. يعني بعض الأحيان الأباء الذين يذهبون مع أولادهم إلى الحمام، يعني اترك مثلا الأب ولدك اتركه لأمه كي تغسل له، أو اترك البنت لأمها كي تغسل لها، لأن بعض الأحيان الأولاد والبنات يستحيون من أمهم أكثر مما يستحيون من أبيهم، أو بعض الأولاد يخافون من أمهم أكثر مما يخافون من أبيهم. لماذا بالضبط؟ لأن الأب دائما يكون في العمل، يكون خارج البيت، ولكن الأم هي التي تخرجنا الأجيال، الأم هي التي تخرجنا الأبطال والعلماء. لذلك نحن نركز على الأم. إذا صلحت هذه الأم صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، لأن الأم هي الأم والمعلمة والمدرسة، الأم هي طبيبة القلوب، هي طبيبة النفوس. الأم هي التي تجلس مع ابنك وابنتك 20 أو 16 ساعة في البيت. الأم هي مربية الأجيال، وهي التي تنشئ كل شيء في هذا الزمان. إذا فسدت الأم فسد كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربك. لذلك أيتها الأمهات، فإذا أردت أن تتزوج أيها الأخ أيها الأخت، إذا أردت أن تتزوج أيها الأخ، ركز على الزوجة الصالحة، ركز على التربة الطيبة المباركة. إذا أردت أن تتزوج فابحث لك عن زوجة تحب الله ورسوله، زوجة تخشى الله، تقدم رضاة الله على رضاك أنت، تقدم كل شيء
تقدم كل رضا الله عز وجل على جميع مسائل الدنيا كلها، حتى على رضاك أن تقدم رضا الله أولا، تصلي صلاتها أولا ثم تلبي لك ما تريده أنت. فإذا كانت هذه الزوجة تخاف الله فعليك بها. وكذلك الزوجات، هناك من تزوج زوجا من أجل المادة ولا يصلي ولا تعرف أخلاقه ولا أي شيء، طمعا في الدنيا، فإذا وقع الفأس في الرأس وفسدت أخلاقه ويأتيها بالخمر إلى البيت، قالت لقد أخطأت، ولكن أخطأت في الأول، لا تطمعي في الدنيا، فإن رزقك مضمون عند الله رب العالمين، ليس عند فلان أو علان. لذلك إخوان أخواتي، ركزوا على هذه الأمور، فإنها أساس حياتكم، وهي حياتكم ومماتكم، حياتكم ومماتكم. فمن عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على شيء مات عليه. هل تحبون لأبنائكم أن يموتوا على هذه الأخلاق البذيئة؟ هل تحبون لأكبادكم أن تسعر بهم النار؟ هل تحبون لأولادكم وأكبادكم أن يدخلوا إلى السجون؟ اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بناتكم، وعلموا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي.